نالي انا عايز اسالك سؤال. طبعا بس ثانيه واحده. انجاجي شمال متجوزين، انجاجي يمين مخطوبين. تعالى بس كده شويه كده ممكن تسال. هو انت عملتي ايه دلوقتي؟ هو كل ده كان ايه؟ بسندك نالي، انا كده بسندك بمرنك. اسيبك يعني يختل التوازن بتاعك وتخبط في حته؟ على فكره انا لعبت كوره امبارح وانا كنت تمام. عارفه وما رضيتش اعاتبك عشان خاطر الشرخ اللي في الجمجم. هو انت ليه دايما بتزعقي كده ودايما رافعه حواجبك لفوق؟ انا مش فاهم يا نالي. هي حواجبي ايه؟ ريحت حلوه كده بصراحه. لا هو انا بزعق من شويه؟ ما هو من جفاك. ماله قفايا؟ هو مفيش اي حاجه كده خالص؟ مفيش اي مشاعر اي احاسيس؟ ده نور قاطع والميه قطع، جفاف عاطفي يا ربي. ده انا شربت وشربت، دلع ودلعت، حقنه وحقنت، اعمل لك ايه تاني؟ ده انا عديت حنان الام يا راجل. بتزعقي تاني؟ ايوه هزعق. تاني هتزعقي؟ ايوه هزعق. ها دايما كده يا نالي؟ معلش يا عمو، خلافات زوجيه بس. سوري يا ايه؟ زوجيه ايه يا نالي؟ بص 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 صوتك عيب يا عمو يزعق. يلا بينا تيتو. السلام عليكم. ازيك يا تيتو؟ اهلا اهلا بيك يا دكتوره نيلي. اهلا اهلا. عايزين نغير شاشه موبايل. طب هو فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ طب معايا معايا معايا. مين نلعب احنا؟ من عينيا بس هتاخديه الصبح. لا ما ينفعش. لا مش هينفع، عايزينه دلوقتي. حاضر، هخلص الشغل اللي ورايا يا دكتوره وبعد كده هشتغل فيه على طول. لا سيب الشغل اللي وراك واشتغل فيه. حاضر يا دكتوره، اتفضلوا ارتاحوا، اتفضلوا اتفضلوا. ماشي، يبقى اشحن لي بس كارت بمية. حاضر، عينيا، اتفضلوا. هو بجد هيسيب كل حاجه اللي في ايده عشان يصلح الموبايل؟ هو طيب جدا. تعالى يا حبيبي، تعالى يا بابا. تعالى. سيبنا مع بعض. يا دكتوره. هو دكتوره رجع جديد وزي الفل. تسلم ايدك يا تيتو. حسابنا كام بقى؟ لا خلاص يا دكتوره، خلى عني خالص، خليك سابق. ايه ده؟ شكرا يا تيتو، انت طيب جدا، يلا بينا. شكرا ايه؟ استنى يا حبيبي، هو انت فاكره بيتكلم بجد؟ حسابنا كام يا تيتو؟ لا خلاص يا دكتوره، خلاص والله. خلاص يا تيتو، حسابنا كام؟ الشغل شغل. يا دكتوره بصي، الشاشه دي اصليه وكمان عليها ضمان. الشاشه دي اصليه وعليها ضمان؟ طب بمناسبه اصليه بقى وعليها ضمان، عايزين لها جراب. طب هات لي كده الجراب ده. ده؟ اتفضلي. كده بقى حسابنا كام؟ لا ده هديه. ده طيب جدا والله، بيديها لك هديه. بس شاطر، بس حبيبي. يا تيتو خلص يا تيتو، انا عندي عيانين مستنيين في العياده وقاعدين في الريسبشن. يا دكتوره خلاص، خلي عنك خالص. شكرا يا تيتو، يلا بينا يا نالي. كده كله 1355 جنيه. كم؟ 1355 جنيه. كمل الاول. انا مش معايا غير 96 جنيه. لا خليهم. بص يا تيتو، دول اهو 155 جنيه حساب الجراب والشحن بتاع التليفون والشاشه. بعدين بقى يوم الحساب ان شاء الله. بعدين يلا يا حبيبي يلا. انت ليه مش عايزه تاخدي الحاجات ببلاش؟ بتحاولي تديها لنا ببلاش. انا بحب ادفع فلوس. انا هرجع لك كل الفلوس دي. ماشي بجد؟ طبعا. طب يلا بينا.